اوكي احنا لما نيجي عوده نعيد النقطه هذه، انا هذه انسيرت كي فريم، لو انا عصيت عليه بقدر انا اضيف اي كي فريم انا عايزها على المسار تبعي، اي كي فريم انا عايزها على المسار تبعي بقدر اضيف لها كي فريم، وراح الاحظ انه انضافت هنا ونضيف وين انا عايز بقدر اضيف كي فريمز. طيب لو مش عايز برجع على الاسهم اللي عندي وبعلم عليها وبقدر اعملها ديليت ديليت ديليت. طيب لو انا بدي اكمل الكيرف تبعي انا راح اجي على اللاين اللي عندي هذا، شايف القلم؟ كاني انا قاعد برسم بالقلم، وراح اجي عند النقطه هذه تقريبا واحط كي، يمكن اسهل الشغل هيك بس ابقى انا عارف شو قاعد بصير. شايفين اللي عندي ايش قاعد لحاله تلقائيا بحط لي كي فريمز، والكره لحالها صارت تنط عندي. بدنا نكمل نقدر احنا نسحب اللاين اللي عندي هنا ونعاود نيجي نكمل الكيرف تبعي. لو انا عايزها في الاخير تصير متباطئه بنعمل زي هيك، وبنفع انا امسك النقاط هذه اقولها انت لو سمحت بس انزل لتحت شويه اعدل عليها، وانا عايز هيك تنزل الكره كانها مره واحده صارت تضعف النط تبعها وفي الاخير راح تقف. هتشوف في الاخير ضعفت وتقريبا وقفت وعودت لفت من اول وجديد. خلينا نبطئها شويه، هي في الاخير الارتفاع تبعها انخفض وبعدين وقفت. طب انا عايز اخليه كله يبين عندي كانه ايه بصطدم، بعلم على الكرات او على النقاط من تحت وباجي انا عندي اسف كمان هذه، وباجي انا عندي هنا بقول له خلي لي اياه فاست بشكل زي هذا، راح تبين هلقيتها انه الكرات فيها عندي خبط تصطدم في الارض وبترد. ماشي. طيب خليني انا اعاود احذف، طبعا هذا كله مترجم عندي على التايم لاين، انا لو عايز احذفهم خلينا نعاود نحذف ونرجع للوضع الطبيعي اللي احنا كنا عليه. تيار احنا كنا زي هيك وكانت هذه محطوطه على الاوتو بهيك شكل. لو انا عايز اجي على القلم تبعي واضغط على الزر على الزر الماوس وضل ضاغط، طلع كيف؟ تقدر ترسم الجراف بالشكل اللي انت عايزه وعلى اساسه طلع ايش حطت لي؟ حطت لي هالنقاط على كل كي فريم. فانا بقدر انا ارسم المسار ولو انها فكره مش جيده، لكن انا بقدر ارسم النقاط من خلال كاني برسم راسم قلم وبحرك فيه. انا تو استخدمته وكنت عص نقطه نقطه وبحدد النقاط، لكن انا بقدر اعص واضل اعص واحطه زي هيك. طب اذا عندي صارت حاله زي هيك ايش اسوي؟ لو جيت على الـ على الـ على الـ الكي هن في عندي حاجه اسمها ريديوس كي، يعني انا برفع ارسم المسار تبعي بعدين اقول له ريديوس كي، يعني الكي الاقل اهميه احذف لي اياها، هي ريديوس كي وهي هو حطت 0.5 هي اوكي شويه نقاط راحت صح؟ ريديوس كي. ولو انا زدت القيمه اللي هنا خليها مثلا 2 او ما شابه راح نلاحظ انه بعض النقاط من هنا راح تختفي. لاحظتوا؟ طيب كي ريديوس خليها 10 خفت، وهلم جرى يعني بينفع انا ارسم باللاين واجي على الكي ريديوس كي واخفف الموجود عندي. طيب انا لو بدي اعمل كوره بتطلع على درج على فكره زيك، خليني انا في البدايه او خليني امحي كل الكي فريمز اللي عندي هدول، هدول التنتين اكيد جايات على محور اكس وواي، خليني محيتهم. خليني انا اعمل درج ونشوف لو انا بدي اخليها تطلع على درج ايش اسوي. لو جينا على الاسبلاين خلينا نعمل هان تكبير ولاين ونعمل سناب للجريد للجريد، هاي عندي انا جاي على الجريد عشان تعطيني نفس المسافات. انك
كتر منه والله معين زي هيك خلص. وبعدين نعمل له اكسترود بس عشان نعطينا احساس انه هو مجسم مش لاين. وينك يا اكسترود؟ هاي الاكسترود نيجي على برسبكتيف. طيب معطيني هنا اللون مشقلب، وينك يا؟ طيب نورمال او بعمل له شيل، خلينا نستخدم نورمال والله شيل، خليها شيل الطف شيل ماشي الوضع. صار في عندي شيء بيشبه الدرجه. نقيم خاصيه السناب، انا عايز الكره تبعتي بيرسبكتيف، اسف نصغرها شويه عشان بس تيجي تبين انه هي بينفع تصطدم عندي. ونيجي من الفرونت، اتاكد ان هي موجوده هنا صح؟ لا كنترول زد، يبدو اني عملت لها سكيل غلط. نيجي على الاربع نوافذ بس انا اضبط مكانها صح. هذا يا ريت لو كان شكل خطوط، احطها في البدايه في مكان صحيح و هل انزل. اوكي خلي هذا النفذة هي اللي فرونت تبعتي. ونيجي بدا شوية تنزيل بسيط، اجي احط كي فريم وخليها تطلع الدرج تبعي هذا، هاي اوتو كي. وانا عايز اجي على الموشن بانل واقول له احفظ البوزيشن الموجود انا عندي عليه، احفظ البوزيشن. ديروا بالكم انا ناوي احرك على الاكس والواي، لكن هو تلقائيا راح يحرك لي كمان يسجل الزد مع ان انا مش عايزه. بعد 10 ثواني او 10 كي فريم عايزه يطلع زي هيك. خلينا اشوف كمان التوب، انا عايز التوب اشوفه لانه هو طالع بدي اياه يتحرك شويه زي هيك ويعاود عند 20 كي فريم ينزل بهيك شكل، هيك كانه صار في عندي ووقف الكي فريم، كانه الزلمه واخونا بالله قاعد بنط. طيب انا مش معقول او الامور ممله لو انا بدي اخليه يكمل بقيه الدرج ويمكن درج يبقى طويل. راح احنا نستخدم الكيرف اديتور تبعنا في انه يكمل لي الحركه تبعتي. هات نشوف، افتح الكيرف اديتور وهي الحركتين اللي عندي على اكس وعلى الزد، يعني الحركه عندي على واي مش عايزها. طيب الحركه تبعت الاكس انا برضو مش عايزها، اللي في النص هذه مش ما فيش لها حاجه، هي محطوطه بس لان انا حركت على الواي، لو انا محيتها بيمشي الوضع عندي. وانا عايزها تبقى يعني لينير، خلينا امسكها لحالها اعلم على الزد على الاكس وهي الحركه تبعتي، علم على تنتين واقول انا عايزها لينير. اوكي الحركه عندي على الاكس والزد، ما فيش حاجه ان انا اعلم على الواي وخليها محذوفه بدناش نشوفها اصلا عشان هيك مش معلم على الواي. وعايز العمليه هذه تتكرر، عايز عمليه الحركه تتكرر. لو احنا جينا على الايكون هذا وفتحناها راح تفتح معي حاجه اسمها باراميتر كيرف، هذا وظيفته يعمل لي تكرار، وظيفته يعمل لي تكرار. التكرار اللي انا عايزه خلينا نجرب، لو انا قلت له انا عايز تعمل لي تكرار للوب وهي اوكي، طلع هو كمل لي الحركه تبعته بس كمل لي اياها بشكل يمكن انا مش عايزه كثير، طلع وعاود رجع للوضع الطبيعي، عاود رجع للوضع الطبيعي، يعني اخذ الجزئيه هذه على ما هي عليه وكرر لي اياها. وبالتالي بعد ما تخلص الدوره هذه بيجي بعاود يعيد لي اياها بس بزمن مختلف، من عندي من زمن من 0 ل 20، 20 كي فريم، عند 20 كي فريم الثاني من 20 ل 40 بيعيد لي نفس الحركه. انا لو شيء بدي اياه يتكرر بنفس الطريقه كان عجبتني الحل هذا، بس هذا الحل مش عاجبني، خلينا نعاود نفتحها كمان مره. وعايز الغي اللي عملته، اذا انت بدك تلغي اللي عملته اعمل لي كونستانت. كونستانت كانك ما عملتش ولا حاجه، خلص التغت العمليه. ارجع الوضع عندنا زي ما كان.
طيب نعاود نشوفه كمان مرة. إذن لوب فهمنا لإيش استخدم آه، ولينير فهمنا لإيش استخدم. بينج بونج عكس بعضهم، بيجيب لك الحركة زي هذه وبيعكس لك إياها وبحطها جنبها، يعني بيجيب البداية اللي عندي هذه وبوصلها للنهاية، النهاية ببلش من جديد بالنهاية وبوصلها بالبداية، عشان يبين إنه الحركة متكررة بس بطريقة عكسية وسموث. هات نجرب نحطها بينج بونج وهي أوكي. شوف اللي عندي، مش هي اللي أنا عايزه يطلع الدرج، بس الحركة بتحسها متكررة، النهاية جاية على البداية، النهاية جاية على البداية، والبداية جاية على النهاية. بتحسش في انقطاع في الحركة، بس أكيد مش هو اللي أنا عايزه. خلينا نلغي العملية كونستانت وهي أوكي. طيب اللي أنا عايزها لينير، لينير هذا أبدا أنا في حالتي هذه ما بتناسبش. لينير بياخذ الكيرف اللي عندي، مثلا الزد نازل الخط صح؟ الخط في النهاية نازل، بضلوا منزل لي إياه لتحت، والإكس إيش ماله؟ طال بضلوا مطلع لي إياه زي ما عندك المرسوم هنا. هاي الخط الغامق هذا هو الأصل، والمقطع هذا إنه هو راح يكمل لك إياه بهيك شكل. هات نجرب. شوفوا هذا طالع، يبدو أن هان كان مستقيم عندي مش نازل، وبالتالي راح يضله مستقيم. وهاتحرك هتلاقيه قاعد بطلع وقاعد لحاله بزيح خلاص، لأنه على الإكس ماشي. طيب كنترول زد، ونيجي للي إحنا عايزينها اللي هي ريلاتيف. ريلاتيف نسبي، يعني بيحاول يشوف شو اللي تعملته ويكرر لك إياه، ماخذ في الاعتبار الزيادة، يعني بياخذ في اعتباره أنت مشيت على الإكس من مسافة معينة اللي هي من صفر لحوالي 30، راح يحاول مشيك على الإكس بس نفس المسافة كمان مرة في الزمن الجديد من 20 ل 40، يطلع لك من 30 ل 50 وهلم جرة، يعني بياخذ نسبية الحركة تبعتك، بحاول يتخمن أنت إيش بدك تكمل ويكمل لك إياه. نفس الكلام هنا. طيب في حالتنا هذه احنا يمكن نحتاج لريلاتيف، ليه؟ أنا عايز الحركة تنط ويكمل على اللي بعديها ويكمل على اللي بعديها، نشوف ريلاتيف ويا رب تزبط. هي الحركة كملت، طلع الإكس عشانه ماشي عدل ضله مكمل، وهذه الحركة ضلتها بتزيد كل ما لها تطلع لفوق، لأن هو أخذها نسبية، أحد توقع إيش أنا عايز أكمل، وهات نشوف راح تزبط معنا الحركة ولا لا. أنا شخصيا مش متأكد أنا راح تزبط، ليه؟ اللي قال لك لانه اي خطا بسيط بتراكم. لا بس هان يبدو انه فيش عندنا انه العمليه ماشيه واضحه، ليش؟ خلينا نشوف اول شيء هنا انه الامور مستقره. اوكي، انا ليش كنت خايف انها ما تزبطش او يعني في احتمال انها ما تزبطش؟ لانه لو كنت انا غلطان في حركه بسيطه هنا، نفترض لو كانت هذه الكي فريم فيها اي خطا، الخطا هذا الصغير راح يزيد هان مضاعف، واللي هان راح يزيد هان مضاعف، وانوصل بزياده راح نلاقي انه الحركه كلها يعني هان هذا المسافه صغيره، هان طلع في الاخير مسافه كيف صارت كبيره؟ هان صارت كبيره، الخطا تراكم وتراكمت عليه المسافات. طيب احنا كانت الامور وكنا موفقين والخطا ما كان يعني مش موجود تقريبا. هاي مشكلتها الطريقه هذه، لكن ايش ميزتها؟ انه ريحتني من تكرار العمليه لفتره زمنيه طويله. هذه الطريقه كثير احنا راح نستخدمها اذا انا عايز مثلا اعمل جسم واحركه او امشي مثلا، بعمل انا اول خطوه كيف بده يمشيها، بعدين بقول له كرر باقي الخطوات تلقائيه من خلال الكيرف اديتور بالطريقه هذه. ماشي الوضع؟ انا اذا عايز عندي يبقى هان في عندي، خليني بس ثواني قبل ما ننهي المحاضره، عايز يكون عندي هنا يبين انه فيه اصطدام، خلينا نجيبها انه هي فاست، والنقطة اللي هنا بس انا عايزها على زد نجيبها برضو فاست، هيك راح يبين انه في عندي اصطدام وان هي بتنط عمليا. واو لا خلفت معي، لا خلفت مع المسافة على اكس. من هان بلشت تختلف، مش اي مشاكل يبدو انه هو بس المشكله من برنامج 3 دي ماكس. احنا ما شفناهاش يمكن، عشان عملت التسجيل ما لحقناش نشوف. في كي فريمز بس هو نطها، اما الامور ماشي. ويعطيكم العافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.